إذا كان عندي جدول قانون احتمال، كيف نحسب الأمل والتباين والانحراف؟ هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا بالآلة الحاسبة. أس 2 في هذا زائد أس 2 في هذا أس 2 في هذا ناقص هذا أس 2 بالآلة الحاسبة. هذا تحت جذر بالآلة الحاسبة. نأتي الآن إلى التطبيق رقم 1. التطبيق رقم 1 هو بكالوريا شعبة تسيير اقتصاد 2017 الدورة الثانية الموضوع الثاني التمرين الثالث. إذن من هذه الهدية الدورة الثانية آخر تمرين هنا الدورة الاستثنائية الموضوع الثاني تكلموا عليه هنا. الجدول التالي يعرف قانون احتمال تجربة عشوائية. الجدول التالي يعرف قانون احتمال تجربة عشوائية اكس اي و بي اي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 قيمتا الفا وبيتا حتى يكون الامل الرياضياتي للمتغير اكس يساوي هذا العدد هما. وهناك ثلاث اختيارات. التطبيق الأول باك 2017 هذا هو النص. الجدول التالي يعرف قانون احتمال تجربة عشوائية قيمتا ألفا وبيتا حتى يكون الأمل الرياضي يساوي هما. هذه ألف الاختيار الأول، اختيار ثاني، اختيار ثالث. هناك طريقتان للحل. الطريقة الأولى نعتبر ألفا بيتا مجهول، نحسب الأمل هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا، تبسيط حسابات هذا من جهة. من جهة أخرى أرادوه يساوي 0.32. في الرياضيات الأول يساوي الثاني، الأول يساوي الثالث، معناتها الثاني يساوي الثالث. 0.16 زائد مجهول يساوي معلوم، معلوم زائد مجهول يساوي معلوم. هذا المجهول كم يساوي؟ نأتي الآن إلى الاختيارات. الاختيار ألف 1.08 جداؤه ليس هكذا مرفوض. الاختيار الثاني 2.003 جداؤه ليس هذا. الاختيار الثالث جداؤه هو المطلوب. الخلاصة الاقتراح هذا هو الصحيح. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نعتبر ألفا مجهول. بما أن الجدول يعرف قانون احتمال يمكن معرفة بي أولا. مجموع، ما معنى قانون احتمال؟ قانون احتمال ما معناه؟ معناته هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يساوي الواحد. نجد قيمة ب أولا. عندما نجد قيمة ب نجدها 0.08 وهذا الاقتراح موجود مرتين، معناتها ب خارج حساباتنا. نلغي الاقتراح ب، معناه الاقتراح ب ملغى. نعوض ب في الجدول ونحسب اكس. اكس يساوي كما اتفقنا منذ قليل، نجد هكذا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى Ox يساوي
يعاد العمل السابق مع بي معروف، نجد قيمة ألفا تساوي اثنان. وجدنا بيتا هو الأول، ثم وجدنا ألفا هو الثاني. الطريقة الثانية سميناها ألفا هي المجهول، لأنني أستطيع أن أجد بيتا. أجد بيتا أولا ثم أجد ألفا. وجدت ألفا، وجدت بيتا، ووجدت ألفا. الاقتراح هذا جيم هو الصحيح. ملاحظة، الطريقة الأولى أسهل. الخلاصة، الفيديو السابق شرحنا هذه التمرين المرجعي، شرحنا هذا، وفي هذا الفيديو أنجزنا التطبيق الأول. الفيديو القادم نواصل.